جيكا بتغلق عدد من المساجد المتطرفة وبتقرر اعتقال العائدين من سوريا، اي واحد جاي من سوريا زي عبد الحميد ابو عود اللي النهارده المدعي العام الفرنسي قال ان هو اتقتل امبارح في سان دوني في المداهمات اللي حصلت مع الست المفجره اللي فجرت نفسها لما دخلوا عليهم الشقه. ده كان عبد الحميد ابو عود النهارده زي ما المدعي العام الفرنسي قال، والست اللي فجرت نفسها بحزام ناسف تقريبا اسمها حسناء، هي حسناء بولحسن دي تقريبا يبدو ان في علاقه قرابه انها بنت عمه او شيء من هذا القبيل، وتم رصد مكالمه ما بين عبد الحميد ابو عود وحسناء، وبالتالي قدروا ان هم يرصدوا مكانه ويتعاملوا معاه. فبالتالي بلجيكا اللي بينتمي اليها هذا الارهابي القتيل عبد الحميد ابو عود، بلجيكا قررت ان كل الراجعين من سوريا هيتم احتجازهم او اعتقالهم، وهيتم الحقيقه وضع مجموعه من الاساور في ايديهم عشان يكونوا معروفين بالنسبه للاجهزه الامنيه.